يلا نبدا بالسؤال الاول. سؤالي: اكتشفتي رسائل حب بين حبيبك واقرب صاحبه ليكي، هخونه زي ما خني، اسكت واحذفهم من حياتي، اواجههم واخد حقي، ممكن تعمل ايه؟ الاقرب لشخصيتي الحقيقه اسكت واحذفهم من حياتي. اسكت واحذفهم من حياتي. هقول لك ليه. اقرب صديقه ليك؟ ما هي لو عملت كده مش هتبقى صديقه خالص. خلاص. حصلت الحكايه دي في حياتك ولا لا؟ حصلت. ورجعتي تكلميها؟ لان انا اعرف دينا قلبها طيب. لا ما قدرتش. تمام. السؤال اللي بعده: معجب وانت بترقصي لمسك بطريقه مش لطيفه، هيكون تصرفك؟ ايوه واضحه الاجابه من غير ما نقولها. هستنجد بالبودي جارد او الامن، هضربه من غير تفكير، هبعده عني في هدوء. هضربه من غير تفكير، من غير ما افكر. فاش ولا لا حتى لا لا. ناس بتصور كاميرات مش فارقه. ولا هشوف. انا مش هشوف حد غيره، مش هبقى شايفه حد. اصلا حصلت لي كتير. حصلت لك كتير؟ طبعا. في واحد كسرت مناخيره. يا خبر ابيض. بصي انا دايما بلبس خاتم كبير. أو مش موضه، هو عشان الضرب. لا هو بحطه كده. دب. تمام، برافو عليكي. نشوف السؤال اللي بعده. باين هطلع مسيطره. هنشوف، هيبان في اخر الفقره. شخص لا تعرفيه قدم لك هديه قيمه بدون سبب، هيكون موقفك؟ حد ما تعرفوش وجه قال لك بليز اقبلي مني الهديه دي. انا بقبل الهدايا وبفرح بيها، ارفض الهديه بدون مناقشه، اتخانق معاه مش من حقه يجيب لي هديه. طبعا مش متخانق معاه. اتخانق معاه دي مش هتتخانقي معاه؟ لا لا، في هديه ممكن تكون هي الهديه. يعني ممكن يكون شخص لطيف يعني. والطريقه بتاعته بانه يتعرف عليك انه يديكي هديه، بس اكيد هرفضها، لان انا الهدايا بالنسبه لي ليها معاني يعني. واحد معرفوش خالص. فبتفضلي لا؟ بتحس ان ممكن الهديه دي يكون وراها حاجه انت خايفه منها عشان كده بترفضي الهديه؟ لا، ممكن يكون وراها حاجات. ممكن يكون وراها حاجات انا مش هعرف اعملها. ممكن يكون وراها حاجات انا مش عايزاها. حلو، تمام. السؤال اللي بعده: كنت في مطعم ولقيتي راجل بيضرب مراته، رد فعلك هيكون؟ خلاص يا جماعه هتضربوا، ما تنزلوش الاجابه. هصرخ واجيب ناس تخلص منهم، هبعد عن المشكله خالص، هتدخل فورا وامنعه. هتدخل فورا وامنعه. راجل ومراته؟ طب لا 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 لا، مش من حقه. مش من حقه ان في مكان عام يضربها؟ يضربها على جنب ولا مش من حقه يضربها؟ مش اصلا مش من حقه يضربها اصلا. مش عشان اتجوزها يضربها يعني. هو دي هي ما ينوبك، ما ينوب المخلص الا تقطيع. مش مهم، خلي بالك. انا عارفه طبعا. انما هخلصها الاول. جدع دينا، معروفة يعني، مش حاجة. هنشوف آخر سؤال معانا في الفقرة دي. أوكي. ماشية بعربيتك، واحد قال لك في الشارع يا رقاصة، تصرفك هيكون؟ هكتفي بإني أشتمه وأمشي، مش هنزعج عادي جدا، هنزل من عربيتي وأضربه. طب وأضربه ليه؟ طب ما أنا رقاصة فعلا. يعني واحد بيقول لي رقاصة وأنا مثلا شيخ الطريقه، انا رقاصه. بتحصل معاكي وبتروحي يعني؟ في ناس ممكن تقول لك لا يعني ما يقوليش كده، حتى لو انا رقاصه ما يقوليش. ليه؟ انا مش مستعره من مهنتي خالص. هي انت هتختاري مش هنزعج عادي جدا. هعمل له كده. يعني هسلم عليه بيقول لي يا رقاصه. يمكن نسي اسمي، مش مهم. تمام، حلو. فهنختار مش هنزعج عادي جدا. عادي خالص.